السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مرة تانية. المفروض تكون دلوقتي سمعت الفيديو اللي فات بتاع السكال، جايين بقى تكمل معايا الفيديو بتاع أناتومي أوف نوز بارت 2. خلصنا في الجزء اللي فات، احنا افتكرنا بس مع بعض المقدمة اللي قلنا هنثبتها تقريبا في محاضرات، كل محاضرات الأناتومي والهيستولوجي ومحاضرات المايكرو ومحاضرات الباثولوجي نفس المقدمة: أبر ريسبيرتوري تراكت، لور ريسبيرتوري تراكت، نوز، برانيزال ساينس، نزل كافيتي، فارنكس، لارنكس، تراكيا ولانج. ده مقدمة ثابتة تقريبا في كل المواد دي. طيب انتقلنا في الفيديو اللي فات، الفيديو بارت 1 بتاع النوز، ارجع اسمعه لو ما سمعتوش، الكلام عن البون بتاعت الفيس وبتاعت السكال، وقلنا هي دي اللي هتخليك تعرف تحفظ وتمشي في الموديول ده او في المحاضرة دي بكل سهولة. محاضرة ابر ريسبيراتوري تراكت اناتومي مش محتاجة اكتر من انك تبقى فاهم بس السكال اوف بون كمسميات، لانه هي دي الحتة اللي فيها سخافة شوية عندك في الاناتومي. تعال نبدأ نتكلم النهاردة دلوقتي في الفيديو ده في النوز، اناتوم اوف نوز تحديدا. هنلاقي النوز عندنا مقسمه لجزئين، اكسترنال نوز، وده لحضرتك الجزء اللي حضرتك شايفه، النيزل كافيتي ده الجزء الداخلي من الانف اللي انت مش حضرتك شايف، حضرتك مش شايفه. وبعدين نتكلم عن بلاد سبلاي والنيرف سبلاي اوف نوز، هنشوف الدنيا دي ان شاء الله رب العالمين. تعالى نبدا على بركه الله مع اكسترنال نوز ونشوف اكسترنال نوز او النوز عندنا بكل بساطه مقسمه الى جزئين، اكسترنال نوز والنيزل كافيتي. اكسترنال نوز افكرك تاني هي الجزء الخارجي اللي حضرتك شايفه. امال ايه النيزل كافيتي؟ لو رجعت بيك للصوره دي تاني، الصوره دي النزل كيف هو الجزء ده اهو، تجويف الانف. الانف بصوا يا جماعه عشان نطبق ده، يعني خلينا نطبق ده على وشنا كده، ده الانف هي عامله كده بكل بساطه، خلينا حتى نسويها شكل مظبوط شويه. دي الجبهه هنا، العين كده، الانف اهيت، وديت الشفه العليا والسفلى، تمام. المهم دي بكل بساطه النوز، هي دي، ده تطبيق العظم ده على الوش، على الوجه بتاعنا. فالمنطقه ده هي اسمها النزل كيف، المنطقه حضرتك مش شايفها ديت، فتحه الانف من هنا كده اهيت، فتحه الانف اهيت بكل بساطه، بتخش منها كده على تجويف الانف. انت مش شايف تجويف الانف، انت مش شايف الجزء الداخلي، انت شايف بس جزء خارجي منها اللي هي اسمها الاكسترنال نوز، ودي اللي بتكلم عنها دلوقتي. انا يعني مش بتكلم عن نزل كافيتي خالص، نزل كافيتي موضوع المره الجايه ان شاء الله، سيبك منه دلوقتي، افهم معايا الاكسترنال نوز. الاكسترنال نوز بكل بساطه يقول لك ايه، تعال نشوف ديت فيو كده الاكسترنال نوز، هنلاقي انه المنطقه ديت من الجبهه هنا اللي هي بين الحاجبين اسمها جلابيلا، سيبك منها. المنطقه دي اسمها النيزل بريدج، الكوبري او المنطقه بتاعت النوز نفسها. وعندك الجانب بتاع اللي هي الحد الايه اللي هو، لو جينا نبص لها المنطقه دي، المنطقه دي والمنطقه دي اسمها ايلا نيزاي، ايلا نيزاي. خلاص كده اداه كده الاكسترنال نوز. طيب نقطه كمان، لما نيجي لو جينا بقى نقشر الجلد ده كده ونشيل بقى العضلات ونشوف العظم، هنلاقي بقى ظاهر لنا الشكل ده. هنلاقي ان النوز نفسها، الكلام ده هقوله تاني، هقراه على السريع، بس تعالى نشوف الموضوع كده اجمالا. هنلاقي النوز عموما بتتكون من جزء عظم اللي هو اللي انا بظلله ده، وجزء كارتريدج غضروف. يبقى يعني في جزء عظمي وجزء غضروفي كارتليجنس، وبوني بارت وكارتليجنس بارت. تعالى نقرا كده الكلام، يقول لك النوز عندنا بكل بساطه بتتكون من اكسترنال نوز ونيزل كافيتي. سيبنا من النيزل كافيتي دلوقتي. الاكسترنال نوز عباره عن اثنين نوستريل. يعني ايه نوستريل بقى؟ النوستريل هي فتحه الانف، الفتحه دي اسمها نوستريل، الفتحه دي اسمها نوستريل، الفتحه اللي مش باينه هنا اسمها ايه؟ نوستريل. طيب في كلمه ثانيه اسمها فيستيبيول هتقابلنا قدام، اعرف بس ان الفيستيبيول غير النوستريل دلوقتي. ايه بقى الفيستيبيول؟ هي المنطقه اللي مجرد ما تدخل الانف، عارف تقول اللي على المدخل دي، البواب ديت بكل بساطه كده، تخيل دي بوابه اهي وده سور كده، ماشي. انت البوابه ديت اسمها نوستريل، وراها مباشره المنطقه اللي وراها مباشره اسمها فيستيبيول، ده الفرق بين الاثنين. يبقى الفتحه نفسها اسمها ايه؟ نوستريل. يقول لك ان النوز عندنا الاكسترنال نوز بتتكون من اثنين نوستريل سيباريتد باي، مفصولين بنيزل سيبتم، الحاجز الانفي. الحاجز ليه الانفي؟ طبعا مش هيبان في الصوره ديت، هيبقى باين في صوره ثانيه ان شاء الله رب العالمين لما نرسمها مع النيزل كافيتي هيبان بشكل افضل. ولكن عموما احنا عندنا اثنين نوستريل، فتحتين الانف رايت وليفت اهيت، مفصولين بينهم طبعا بنيزل سيبتم او الحاجز الانفي. اللاترال مارجن بتاعتها او الحد الخارجي منها اسمه الايلا نيزاي زي ما اتفقنا، ودي كده دي تركيب النوز بكل بساطه، ده النوز. خلاص كده الفريم ورك بتاعتها، لما تيجي بقى انت حضرتك تشاف الشخص ده كده، تشيل اللحم وتشيل السكن وتشيل المسل وتشيل بقى الدهون وتشيل كل حاجه، وتبص بس على العظم، بتلاقي ان في جزء بوني بارت اهو، ده البون، وفي جزء كارتليجينس، تمام. الجزء البون ده بكل بساطه بيتكون من ايه؟ هنا بقى يعني هنعرف فائده المحاضره اللي فاتت. وخلينا حتى هنا يعني ايه، نسهل الامور على نفسنا شويه، نخفي الجزئيه اللي هي الجزئيه عشان نخلي العظم بس، تعالى نخفي دي اهي، هنخفي كل حاجه ونسيب بس العظم. فبكل بساطه انت شيل، انا شلت انا دلوقتي كل حاجه وسبت العظم بس، هلاقي ان فينا جزء عظم اهو، ده العظم انا بظلله ده اللي هو الحد بتاعه اهو، ده عظم، كل ده عظم اتكلمنا عنه. و
ده جزء كارتريدج غضروف، انت حتى ممكن تحسها على نفسك لو انت جيت في المنطقه ديت عند حضرتك تحتها، هتلاقي المنطقه ديت بتتحرك معاك يمين وشمال، ومنطقه شويه مرنه فوق هنا صلبه جدا، عشان ده البوني بارت وده الكارتليجنس بارت اوف نوز. خلاص كده يبقى الفريم ورك او تركيب النوز نفسها بيتكون من بوني بارت وهيالين كارتج او كارتليجنس بارت. طيب البوني بارت بيتكون من ايه؟ فايده الجزئيه او المقدمه اللي اتكلمنا فيها مع بعض، تعال نشوف بكل بساطه. هنروح للجزئيه دي، البوني بارت يقول لك بقى، ركز معايا كده، نيزل بروسيس اوف فرونتال بون، الحته دي فرونتال بروسيس اوف ماكسيلاري بون، الحته دي يمين وشمال ونيزل بون. يبقى تاني كده يقول لك العظم اللي بيكون الانف، طبعا في جزء كارتج خلاص سيبنا منه، الماكسيلاري بون اهي، هي دي اهي بالذات الحته دي طالع منها حته زياده كده في اتجاه الفرونتال، فنسميها فرونتال بروسيس. فيقول لك فرونتال بروسيس اوف نيز اوف ماكسيلاري بون، ده يكون مع النيزل بروسيس، نيزل عشان جاي في اتجاه النوز، نازل في اتجاه النوز، اوف فرونتال بون اللي فوق دي اسمها الفرونتال، والنيزل بون نفسها. خلاص كده يبقى بكل بساطه ديت هي تركيب الجزء العظمي. فين هو بقى على رسمتنا الثانيه بتاعت ديت؟ بكل بساطه اهي ديت الماكسيلاري بون اهي، طالع منها الجزئيه ديت اللي ماشيه اهي في الاتجاه ده اهو كده، اللي هي دي اهي بظلها هنا دلوقتي، الحته دي اسمها فرونتال بروسيس اوف ماكسيلاري بون او في ماكسيلا. طيب هنلاقي بكل بساطه دي النيزل، دي الفرونتال بون فوق هنا، الفرونتال بون فوق هنا، عظم الجبهه فوق هنا كده، هنلاقي منه حته اهي للحته دي اسمها نيزل بروسيس اوف فرونتال بون، وعندنا هنا العظميه هنا الصغيره ديت اسمها نيزل بون. يبقى بكل بساطه ده الاجزاء العظميه المكونه لل نوز، يبقى النوز البوني بارت بتاعها بيتكون من ثلاث اجزاء، تقوم قايل كده نيزل بروسيس اوف فرونتال بروسيس اوف ماكسيلا ونيزل بون. يبقى نيزل بروسيس اوف فرونتال بروسيس اوف ماكسيلا والنيزل بون، زائد طبعا ما تنساش الكلام عن الايه؟ عن الكارتليج. ده كده تركيب الاكسترنال نوز من حيث اولا الشكل الخارجي بتاعها، اثنين نوستريل فتحتين الانف مع سيبريت او مفصولين بيه نيزل سيبتم، واللاترال مارجن بتاعتها الجزء الخارجي هو الايلا نيزاي اللي هي الجزئيه دي. تمام كده؟ طيب ده كده بكل بساطه كانت اكسترنال نوز. خلصنا الاكسترنال نوز، تعال نشوف البلاد اللي رايح لها، البلاد سبلاي والنيرف سبلاي. كلام سهل جدا. البلاد سبلاي بكل بساطه انت عندك في الفيس، واسمح لي بقى ان انا يعني هنا ايه احط لك شويه، يعني هقول مع الموضوع عكس ما اتقال عندك. هو عندك يقول لك ايه البلاد سبلاي النوز بتشرح لها البرانشز اوف افسالميك، برانشز اوف ماكسيلاري، برانش اوف فيشل. على السريع كده بس نستوعب منه افسالميك وماكسيلاري وفيشل. مبدئيا افسالميك ده برانش او ده ارتري كبير موجود، بص بقى ورا العين، اعرفه كده. وان كان مش صح قوي ان انا اقولها كده بس اعرفها كده، مشي حالك دلوقتي لانه احنا مش في اناتومي وفي اندنك، مش موضوع اصلا افسالميك، مش هروح اكلمك عن افسالميك. الماكسيلاري ماشي على الماكسيلا، ماشي على العظمه اللي اسمها ماكسيلا، خد بالك ماشي وراها جواها، ماشي ورا العظميه مش بره. الفيشيال ده جاي من تحت، جاي من النك. لو انا يعني لو كملت رسمه هذا الشخص، ادا النوز وادا اللبس وادا مش عارف ايه، المهم الشخص ده بكل بساطه الفيشيال بيكون هنا كده، جاي من تحت، جاي من نك، ماشي. ده برانش من الكاروتيد. المهم امسح ده كده، سيبك منه، ما عليك، مش تفاصيل مش بتاعتنا. المهم يعني التلات ارتريز دول، اوفثالميك ارتري، ماكسيلاري ارتري، فيشيال ارتري، بيقوم جايين ومعطين برانشات رايحه للنوز. فالاوفثالميك ياخد الابر بارت ده، الماكسيلاري ياخد الميديال بارت او الميدل بارت، الفيشيال ياخد اللور بارت او الايلا نيزاي، يعني ياخد الجزء الايه؟ اللاترال. ده كده البلاد سبلاي. يبقى البلاد سبلاي تجاوبه ازاي؟ لو قال لك جيف ان اكونت مثلا او شورت نوت عن بلاد سبلاي اوف نوز، هتقوم قايله بكل بساطه ده برانشز فروم اوفثالميك ارتري، ماكسيلاري ارتري، وفيشيال ارتري. وقال كده البرانش بتاعت الفيشيال ارتري ديت رايحه تحديدا للايلا نيزاي. طيب بالنسبه للنيرف سبلاي نفس القصه، عندنا نفس القصه، الاوفثالميك في زي ما في اوفثالميك ارتري في اوفثالميك نيرف، زي ما في ماكسيلاري ارتري في ماكسيلاري نيرف. الاوفثالميك ده برضه عند العين بيطلع من 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 فتحه، خد بالك الفتحه دي مش في الفيس، الفتحه دي في العظم. الفتحه دي فين؟ في العظم هنا كده، ماشي. الفتحات دي في العظم في السكال، تيجي تمسك سكال في ايدك وتبص فيها سكال حقيقيه هتلاقي كلها فتحات، كلها اعصاب وارتري طالعه من الفتحات دي. فبكل بساطه بتلاقي عندك اثنين نيرف كبار، اوفثالميك نيرف وماكسيلاري نيرف. الاوفثالميك ده بيقوم يعطي برانشات كتير، من ضمن البرانشات في عندنا هنا حته في العين كده، اعرفها بس كده، اعرفها بس اسمها تروكليا. التروكليا ديت في العظم كده، في فتحه فوقها وفتحه تحتها، الفتحه اللي فوقها نسميها سوبرا تروكليار، الفتحه اللي تحتها نسميها انفرا تروكليار.
فالنيرف اللي يعدي من تحت التروكليا نسميه انفرا تروكليار نيرف، ده جاي من الاوفثالميك. الاوفثالميك بيعطي برانش اسمه انفرا تروكليار، ده بيروح للابر بارت بتاع النوز. وعندنا برانشات تانية، برانشات تانية كده، برانشات مش برانش واحد، برانشات كده متعددة اسمها external branches أو external nasal branches of ophthalmic. برانشات اللي جاية من الophthalmic ورايحة external nose اسمها كده external nasal branches of ophthalmic. الحاجة اللي بعد كده عندنا نيرفي تاني خالص اسمه maxillary. اسمه ايه؟ اسمه maxillary. maxillary بكل بساطة رايح على فين؟ maxillary طالع منه برانش بيطلع من فتحة هنا، الفتحة دي تحت فين؟ تحت الاوربت. بص بقى يا سيدي، دي الاوربت اللي هي التجويف اللي العين جواه. فوق هنا فتحه بنسميها سوبرا اوربيتال اوريفيس او سوبرا اوربيتال سوبرا اوربيتال مهم يعني، وهنا كمان او سوبرا اوربيتال كانال، وهنا سوبرا اوربيتال انفرا اوربيتال. يبقى دي اسمها سوبرا اوربيتال ودي اسمها ايه؟ انفرا اوربيتال. فبلاقي النيرف طالع من ماكسيلاري ومعدي من الانبوبه دي او من الفتحه دي اللي اسمها انفرا اوربيتال، فسمي النيرف ايه؟ انفرا اوربيتال نيرف. انفرا اوربيتال نيرف. يبقى انا عندي ثلاثه نيرف دلوقتي. انا بس بركز معاك في المسميات، لان المسميات في النيرف بتاعت الهيد اند نيك في الراس كده او في اي نيرفات هنا دلاله على المكان، هي بس جايه منين. فعشان ما تصعبش دراستك اعرف معنى الاسم، الموضوع بقى سهل. هتتعب بس في الاول انك تفهم معنى الاسم وخلاص، بعد كده بتكررها تلاقي الموضوع بقى سهل خالص. انا عندي اوفثالميك نيرف. اوفثالميك ده اوفثالمولوجي يا جماعه عن الرمد او جراحه العيون، طبيب العيون اسمه اوفثالمولوجيست. تمام. ماكسيلاري نيرف، المجزله ديت اللي فيها الفك، ماكسيلاري اللي فيها الايه؟ اللي فيها الفك العلوي اللي فيها الاسنان اهي هنا كده. فبكل بساطه الماكسيلاري نيرف ده بيطلع من هنا فتحه العين اهيت، في هنا فتحه فوق وفتحه تحت، اللي تحت اسمها انفرا اوربيتال تحت الاوربت. خد بالك الفتحات ديت مش في الجلد، الفتحات ديت في العظم نفسه جوه، مش انت مش هتشوفها. فالفتحه ديت يعدي منها نيرف نسميه انفرا اوربيتال. انفرا اوربيتال جاي منين؟ جاي من الماكسيلاري. ده اول نيرف سبلاي. النيرف سبلاي الثاني جاي من الاوفثالميك، انفرا تروكليير واكسترنال نيزل برانشز اوف ايه؟ اوف اوفثالميك. يبقى تقولها ازاي؟ عايز تبدا من الكبير وتروح للصغير قول، عايز تبدا من الصغير وتروح للكبير قول. يعني عايز تقول مثلا انفرا تروكليير واكسترنال نيزل فروم الاوفثالميك وبعدين انفرا اوربيتال فروم الماكسيلاري، ماشي. عايز تقول والله النيرف سبلاي فروم اوفثالميك يعطي كذا وكذا والماكسيلاري يعطي كذا، ماشي براحتك اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله. المهم تقول صح ان شاء الله رب العالمين. ده كده النيرف سبلاي. ناخد بالنا من ملحوظه مهمه عايز اقولها لك هنا، هما مين الاوفثالميك والماكسيلاري عشان خاطر نبقى ربطناهم بحاجه كلينيكال تعلق معاك ما تنساهمش. بص يا سيدي، الفيس بتاعنا اصلا يعني انا لو جيت كده نكمل الفيس بتاع الراجل ده، تعالى كده رسم على السريع كده، يلا اي حاجه ماشي اهو ماشي. صاحبنا ده هنلاقي ان العظم بتاع الفيس عنده بنقسم ثلاث عظمات كبار كده او ثلاث اجزاء كبار. الجزء اللي فوق ده بتاع العين بياخد احساس من منطقه اسمها من نيرف عصب اسمه الاوفثالميك. الجزء اللي تحت ده بتاع الفك ده بياخد الماكسيلاري. بتاع الفك السفلي هنا كده بياخد من نيرف تاني اسمه مانديبولر. التلات برانشات سواء كان اوفثالميك، انا بقى هربطها لك ازاي معلومه ايه، ان التلات برانشات اللي هو الاوفثالميك اللي هنا ده والماكسيلاري والمانديبولر احنا ما قلناهوش، التلاتة جايين من نيرف واحد اصلا، التلاتة مجمعين مع بعض كده في نيرف واحد اصلا اسمه الترايجيمينال اللي هو العصب الخامس. ترايجيمينال العصب الخامس، العصب الوجهي الخامس. الترايجيمينال بكل بساطه بيعطي ثلاث برانشات، وفسلمك ياخد الجزء العلوي من الفئ من الوجه، الماكسيلر ياخد الجزء الاوسط من الوجه، المانديبولر ياخد الجزء السفلي. ده هو لدكتور الاسنان بيعطيك في الحقنه بتاعت الاسنان بتاعت البنج، ده البشع اللي كلنا بنصرخ منه في عند دكتور الاسنان المانديبولر. خلاص كده عشان ماشي على المانديبول تحت، لو انا بص عليها تاني بطريقه تانيه، العظمه اللي فوق ديت او الجزئيه اللي فوق ديت رايح لها الاوفثالميك، الجزئيه دي رايح لها الماكسيلاري، الجزء اللي تحت اللي انا مش رسمه رايح له الايه؟ المانديبولر. خلاص كده، ده كده بكل بساطه كانت قصه. يبقى الاحساس بتاع الوجه عموما منقول في الثلاثه دول. فاحنا هنا النوز تشمل جزئين، تشمل جزء منها مع الاوفثالميك والجزء الثاني منها مع الماكسيلاري، الاحساس بتاعها يقصد يعني. عشان كده لما جينا نقول الاحساس او النيرف سبلاي بتاع النوز قلنا في حاجات جايه من الاوفثالميك عشان هو اللي بيغطي المنطقه اللي فوق هنا اصلا، وفي الماكسيلاري بيغطي المنطقه الوسطى اللي هنا، والنوز طبعا تشمل جزء من العلو من المنطقه العليا في الفيس والمنطقه الوسطى في الفيس. ده كده بكل بساطه يا جماعه كانت قصه النوز. الكلام سهل خالص ان شاء الله رب العالمين. نجمع الكلام ازاي في السكيما دي؟ اناتومي اوف نوز عندنا، اولا نفتكر النوز دي كانت جزء من ايه بالظبط، بعدين نراجع مع بعض اسماء العظم، فرونتال بون، ماكسيلاري بون، نيزال بون. الثلاث عظمات دول هم اللي بيكونوا النوز. النوز عندنا بتتكون من اكسترنال نوز ونيزال كافيتي. نيزال كافيتي مش موضوع النهارده. الفريم ورك او الاكسترنال نوز عباره عن ايه؟ نوستريل فتحتين وبينهم سبتم وعلى الجانبين حاجه اسمها ايلا نيزاي. الفريم ورك او الجزء او التركيب الداخلي للنوز عباره عن جزء عظم بوني بارت وجزء كارتليج. كارتليجنس
بارت او هيالين كارتليج، البلاد سبلاي جاي من الاوفثالميك والماكزيلاري والفيشيال ارتري، النيرف سبلاي جاي من الاوفثالميك والماكزيلاري نيرف. وكده بفضل الله رب العالمين نكون خلصنا كلامنا عن اناتومي اوف نوز. المحاضره الجايه ان شاء الله كلامنا عن نيزل كافيتي. المحاضره الجايه في اناتومي ان شاء الله هتكون كلام عن اناتومي اوف نيزل كافيتي، دي بقى مهمه وفهمها يعني كويس ان احنا نبدا بالنوز كده خفيفه شويه، كلام سهل قليل ان شاء الله نستفتح كده ونبدا في نعرف اسماء العظم ده، عشان خاطر لما نخش بقى في النيزل كافيتي هنلاقي يعني نفسنا بنغوص في اعماق المنطقه ديت ونخش بتفاصيل شويه. يبقى انا زيك انصحك ان شاء الله رب العالمين ان انت بعد ما تخلص محاضره النوز كاكسترنال نوز يعني عشان تحضر بقى النيزل كافيتي، تحضر تعمل فيها ايه؟ تروح على الرسمه دي، الرسمه دي وتستوعبها كويس، تحديدا ده تحديدا دي ودي ماشي، عرفت دي كمان خير وبركه كده مش فارق، ولكن ده بالذات ده بالذات هذه الرسمه، الرسمه ديت هي اللي هتفتح لنا الكلام عن النيزل كافيتي كله، لانه بكل بساطه ده هو النيزل كافيتي، هو ده الحته ده هي دي النيزل كافيتي. اسيبك بقى تذاكر كده وتراجع كويس، ونتقابل على خير ان شاء الله بعدين في محاضره جديده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.